يتعلق بالتحدي الكبير الذي يبذله كثير من الطلبة في ظل ظروفهم الصعبة اللي بمروا فيها، في طلبة مرضى، في طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي طلبة أيضا بيكونوا بمروا بظروف إنسانية صعبة. اليوم إحنا في قرية طلوزة إلى الشمال من مدينة نابلس، بدنا ندخل عند طالبة مميزة جدا وهي ياسمين جناجرة من طلوزة، اللي نجحت الحمد لله رب العالمين بالثانوية العامة، ومنقول لها ألف 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 مبروك. سلام عليكم. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. فرحتك مش طبيعية. والله بفضل الله وبفضل أمي وبفضل عائلتي وكل الناس اللي دعموني. الحمد لله رب العالمين. لما سمعت النتيجة شو؟ كثير كنت فرحانة، وأهلي عبوا فرحتي بزيادة، وقرايبي وكل عائلتي وكل اللي بعرفهم الحمد لله رب. مع والدتها، وينها والدها؟ متوفي الله يرحمه. شو كيف العلامات؟ مبسوطة منهم؟ الحمد لله رب العالمين. أنا معدلي الحمد لله رب العالمين كل علامة مبسوط عليها، علشان كان جهد غير طبيعي. كل علامة جبتها جهد غير طبيعي، أنا قدمته وقدمت أمي الجهد العظيم اللي قدمت إياه. بفضل الله وبفضل بفضلها جبت هالعلامة. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يبارك في عمرك يعني يا رب. فرحتكم لا توصف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب. كيف ما استقبلتوا النتيجة؟ شو يعني الكل هون واحنا وكلياتنا كلياتنا اللي حوالينا، الحمد لله يعني. كيف كانت مرحلة تأدية الامتحانات ومتابعتكم؟ صعبة صعبة. يعني بكيت نام ساعتين بس مشان تلحق. صعبة مثلا الارتباك، الخوف، بتفوت على الامتحان بتتعب. والحمد لله كانت تروح على القاعة. تروح هنا. كان حدا يساعد؟ في استاذ. ويعني اثنين، واحد يراقب واحد يكتب لها. الحمد لله. وانا استنى طبعا ما اعرفش اروح. موجودة مع باب المدرسة، باب المدرسة اقعد انا تتخلص. والله. طيب كيف شو بتحكي لماما بالاول؟ شكرا إليك وكد ما أشكرك كد السماوات والأرض، ما ببذلي ما بعطيكي الشكر اللي في بالي اللي قدمتي إليه. يسلموا يسلموا كثير كثير كثير. وبشكر أهلي وعائلتي اللي قدموا إليه، ما قدموا حدا وخلوا أبوي وأمي الله يرحمه أبوي شجعوني كثير، اني هم اللي شجعوني اني اواجه الناس وما استحي من الناس بسبب حالتي. واهلي اولا اللي قالوا لي انت ياسمين قويه ومن وقتها، وانا الفت شعار من سببها لا حدود لقدراتي. عن جد اليوم اثبتت الحمد لله رب العالمين لا حدود لقدراتي. الحمد لله رب العالمين. يعني انا فرحتي زيها وزياده. الحمد لله رب العالمين. شو مفكره هلا؟ ان شاء الله بفكر اني ادرس طبعا، بس في عندي صعوبات يعني تنقل ومواصلات وبناشد سيد الرئيس محمود عباس انه انا يعني بنات صفي بتنكلوا من من بيتهم للجامعه بشكل مريح عادي وباقل التكاليف، اما انا بدي سياره خصوصي باعلى التكاليف، وبطالب انه يوفروا لي سياره الي لحالي، وبطالب انه يعني قدرتنا الماديه الحمد لله رب العالمين، اهلي امي كلياتهم الحمد لله رب العالمين معي، بس حتى ولا يا ريت يا ريت يا ريت يقدموا لي منحه دراسيه كامله، علشان كثير 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 كثير. بفكر تدرسي؟ بفكر اول اشي فكرت اعلام، علشان تصير تنافسنا علشان كثير بحب الاعلام وعندي قنوات على اليوتيوب وعندي هيك. وثاني شيء صعب علي وعلى ماما. بعديها فكرت انه لما حدا يجي لي
لما أنا أبكي أعاني من مشكلة صغيرة بتصل على مرشدين، مثلا محمد دمياطي بيسهل لي الأمور، مرشد نفسي، ويعني هيك أنا حابب عشان كل واحد بيعاني أسهل له مشكلته وأقول له. بس يعني تخصص دراسة خاصة؟ أيوة، يعني يا مرشد اجتماعي يا تربية خاصة أو هيك إشي أساعد ذوي الاحتياجات الخاصة اللي مثلي وأي واحد إن كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لا. إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين، ربنا بسمع منك وبنشوفك طالبة جامعية وبنيجي نصور معها لما تاخذ البكالوريوس ان شاء الله رب العالمين. انا 15 سنه معها، 3 سنين روضه بلوش طبعا اول سنين، و12 سنه ثاني، 15 سنه رايح جاي، مثل هسه اطلع اجيبها واوديها الصبح وارد اطلع اجيبها وارد اطلع، يعني وشوف يعني مدرسه قديش امشيها وارد اطلع وارد يعني شريكه بالنجاح في كل شيء في الروضه في كله الحمد لله رب العالمين. طيب كأم شو ممكن فعلا شيء يتقدم؟ شو ممكن يكون في شيء بيساعدها على الاندماج اكثر وتحقق اللي بدها اياه؟ يعني سيارة عشان أكل المشوار، يعني بطلع أنا ب 150 شيكل ساعة انتظار، يعني مثلا تاكسي المدينة بكرة جامعة نفس الشيء، يعني هسه بطلع طلعة عادية من 120 ل 150 شيكل سيارة وغير الطلبات الثانية، يعني هيك بدي رح تكملي معها بالجامعة؟ إن شاء الله إن شاء الله، ولا أنا من دخلها يعني إن شاء الله. مبارك مرة ثانية عن جد. أنا شو بكيت وهي في التوجيه، أنا طبعا توجيه بس مش ناجح، بكيت إلي قاموس إنجليزي وقاموس عربي إلها، يعني وهي تقرأ أصحح لها الكلمات، ماما ارجع لها الكلمة، ماما ارجع لها الكلمة، يعني 3 شهور ولا طلعت فيها. يعني هلا إذا أنت بتعملي امتحان بتنجح. نفس الإشي. الحمد لله رب العالمين. بدنا نسمع فرحة الكل بهالنجاح، يعني كنتم مشغلين أغاني. نشكرك احنا برضه، نشكركم يا سيدي على ضيافتنا، بارك الله فيكم، أشكركم جميعا يا حبيبي. الله يرضى عليك، حياكم الله. حاضر هلا بنفوت احنا وياكي ونصور التجهيزات، يلا تعالي نفوتي. بارك الله فيكم. لا يا عمي هذا واجبنا، بدنا نشوف التجهيز، يلا فوتي تفضلي. ياسمين إذا نموذج صدقا وأمانة يرفع يعني له القبعة في هذا الإنجاز الكبير اللي حققته، وإنها تجاوزت هذا الظرف بنجاحها بامتحان الثانوية العامة، وإحنا بنحكي للجميع مبروك نجاحها والحمد لله رب العالمين. بتكمل فرحتها بدخولها للجامعة، ومصبطين هي بلالين ومزبطين لك الوضع. رغم اني ما بكيتش متوقع، بس اعملوا الخير تجدوه ان شاء الله، والحمد لله الله حقق لي حلمي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وتفضلوا في اخرى جوازين، تفضلوا. خاصة حابين يشوفوها. طبعا جت من بيت مريم. طلع يا اخوي شو بدك اكثر من هيك، ناجحه من امبارح. طيب الحمد لله رب العالمين. برضه هون يلا فوت ياسمين. يعني متوقع النجاح الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا هو السبب اللي يعني عملت هذه، واحنا شاركناها الفرحه من الصبح وعارفين انها راح تنجح باذن الله، والحمد لله رب العالمين، الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم. هاي الغرفه اللي كنت تدرسي فيها؟ كثير يعني لو تعرف كم زاويه تنقلت فيها، يعني وانا ادرس يعني ما فيش زاويه ما تنقلتش فيها، قد ما تعبت والحمد لله الله فعلا لكل مجتهد نصيب، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الف مبروك، يعني ما شاء الله عنها ياسمين، هي نموذج حقيقه دون مجامله، احنا هي اول قصه بنصورها، لكن اعتقد هي قصه بتكفي وبتوفي عن كل طلاب التوجيهي، انه الانسان بيقدر يتجاوز
كل الصعوبات اللي بمر فيها بحياته، وبيقدر يجتهد ويتعب حتى يحقق هاي الأمنيات، طبعا بدعم الأهل. هذا النقطة المهمة جدا، انهم يكونوا داعمين، لخاصة انها يعني بنت في مجتمعنا في الظروف الصعبة. لكن مع هيك ياسمين كانت قد حالها، والدتها كمان ما قصرت معاها، وهي مناشدتها مناشدة واضحة جدا، وحقها تكمل تعليمها لكن بظروف أحسن، بظروف للتنقل على الأقل، توصل للجامعات اللي موجودة في نابلس، سواء للنجاح أو للقدس المفتوحة، أو حتى لو بدك تدرس بجنين أو في بير زيت، كل جامعات الوطن مفتوحة إليك. أنا بدي إن شاء الله أدرس في جامعة القدس المفتوحة، علشان كثير كثير مهيئة بحكولي، وجامعة النجاح يعني لازم كل يوم كل يوم دوام، بس يعني جامعة القدس يومين بالأسبوع أو ثلاث، وأنا مناسبة لحالتي. أنا يعني إذا ما تريحتش يوم بعد يوم ما بتدهور حالتي، يجلي بسنين يوجعني على أخير، وإن شاء الله خير يوم. يعني منقول برضو لجامعة القدس المفتوحة اللي بيسمعونا، رئيس الجامعة ومدير الجامعة، انه ياسمين بدها تكون طالبه معكم، طالبه عندكم، ارجونا شطارتكم مهمتكم انكم تستقبلوها ان شاء الله. مبارك لكم جميعا وفرحه كبيره، الله يرضى عليك. نشكر جهودكم، نشكر جهودكم، هذا واجبنا، ان شاء الله من هلا اعلى باذن الله. الله يرضى عليك، مبارك 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 مره ثانيه، فرحه لا توصف، اذا صدقا فرحه لا توصف، وهذا واجبنا. احنا لو الوالده كانت تحكي لنا بالامتحانات كان جينا، احنا روحنا يلا ان شاء الله الجميع إن شاء الله بإذن الله. إذا المبارك للطالبة ياسمين، هذا الانتصار الكبير على ظروفها، والانتصار والنجاح في الثانوية العامة. من أولى العائلة ألف مبروك، والرسائل اللي وجهتها لجامعة القدس وللرئيس ولغيرهم بنجاحها بالثانوية.